انه هذا الانخفاض باسعار النفط بهذه النسب سيعرض الموازنه العراقيه وبالخصوص الموازنه التشغيليه الى صدمات مباشره او غير مباشره. مثل ما تعرفون هذا الانخفاض باسعار النفط اللي وصل الى مقدار تقريبا 10 دولار للبرميل الواحد وفق ما مخطط في الموازنه العامه للدوله سيؤثر سلبا على انخفاض الموازنه العامه للدوله. إضافة نعم طيب هي مشكلة نعم دكتور إبراهيم لماذا تذهب الحكومة إلى خيار فرض ضرائب جديد على المواطن؟ لماذا لا تذهب إلى تعديل سعر النفط الذي مخصص في الموازنة من أجل مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط؟ نعم مثل ما تعرفون أنه الموازنة العراقية مبنية بشكل كبير أو ما يقدر تقريبا ب 90% هي يعتمد اعتماد تام على الإيرادات النفطية وبشكل 10% وأقل من هذه النسبة أو 8% هي على الضرائب والرسوم والتعرفة الجمركية. دائما الحكومة في أوقات الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط لا تفكر بإيجاد مصادر تمويل يعني بديلة وإنما تلجأ إلى الذهاب بشكل مباشر إلى المواطن العراقي مرة على شكل فرض ضرائب على بطاقات الاتصال، مرة يكون فرض ضرائب على المواد الغذائية، مرة يكون تعرف على الضمان الصحي أو المستشفيات، ومرة يكون بشكل مباشر ممكن يكون على التعليم إلى آخره.